السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أخيط تنورة كالوش، وهي تنورة مستقيمة وبسيطة ربع كالوش وسهلة وبسيطة، تحتاج إلى متر وربع من الحرير أو الساتان إذا كان الطول عند الركبة، وتحتاجين أكثر إذا كانت طويلة. وراح تلاقون الباترون تحت في صندوق الوصف، وأهم شيء في هذا الباترون إنك تعرفي مقاس خصرك ومقاس الأرداف. أحتاج إلى متر وربع قماش حرير أو ساتان، وخيوط مناسبة للون القماش، وشريط مطاط للخصر. وبعد ما أنزل الباترون من موقع المصممة الروسية، ثم أطبعه وبعدها أقصه على الخط الأول، لأن الخط الثاني هو خط الخياطة.
وبعد قص القماش أخيط على الوجه أولاً، وبعدها أقلب القماش وأخيط على الداخل. وهذه الخياطة تعرف باسم الخياطة الفرنسية، وهي مناسبة للأقمشة الحرير والشيفون والساتان والأقمشة الخفيفة. وهذه الطريقة أفضل من الخياطة بماكينة الأوفرلوك أو خياطة التنظيف.
شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل، مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.